حبايبي الحلوين، الكتاكيت الصغيرين اللي بيموتوا في الكريب وبنروح نشتريه بالشيء الفلاني من بره، انا جايبه لكم لكن ضحك عليكم. ايوه انا ضحكت عليكم وحاطه لكم فيه سبانخ، وهتحبوه وهتاكلوه ومش تعرفوا ان دي سبانخ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم بلغنا ليله القدر واكتب لنا فيها دعوات مستجابه، اللهم امين يا رب العالمين. ما تنسونيش من دعواتكم الجميله في الايام المباركه دي. جايبه لكم وصفه كريب بالسبانخ، حلوه جدا جدا جدا، هيموتوا فيها ومش هيعرفوا ان هي سبانخ. وحشيها ايه؟ كل الحاجات دي بعد الفاصل، تابعوني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندنا بقى بسم الله الرحمن الرحيم بطين، بسم الله، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة فلفل أسمر، ومعلقة صغيرة أو أقل منها سكر. وبعدين وكوباية لبن، كوباية تانية، يبقى كوبايتين لبن على البطين، وكوباية دقيق، وادي كوباية تانية، يبقى كوبايتين لبن، كوبايتين دقيق، وبيضتين. وضفنا بقى هنا كمية السبانخ اللي احنا عايزينها، ضفت اهو حبة سبانخ اهو زي ما انتم شايفين فريش، او بتبقى مجمداها في الفريزر ايا كان. وهنا دي عصرة ليمونة، ما تكتريش عشان ما يبقاش الكريب مزز قوي، يا دوبك عصرة كده بسيطة وخلاص. وهنقلب، طبعا هنلاحظ ان هو لسه تقيل، هنقوم عاملين ايه؟ جايبين كوباية مية، كوباية مية بنفس الكوباية اللي بنعير بيها، هي اللي نعير بيها كل حاجة. وناخد بقى الخليط ده على الخلاط ونضربه، وارجع لكم تاني علشان نسوي الكريب. هو ضربته بسم الله ما شاء الله. للأمانة لو لقيتيه خفيف تحطي له شوية دقيق، يعني أنا وأنا بضربه كده القوام أهو، هنشوفه دلوقتي مع بعض أهو أهو القوام، بصوا عامل إزاي، ما يبقاش تخين وما يبقاش خفيف قوي. فأنا ما لقيته خف مني شوية ضفت له دقيق، فأنت تظبطيه لحد ما يطلع القوام كده أهو أهو القوام ده، تمام، لا يبقى خفيف ولا يبقى تقيل. يعني انت لو حسيتي وانت بتضربيه ان هو خفيف منك حطي شويه دقيق واضربي حبه في حبه، يعني ما تحطيش مره واحده مثلا كوبايه مره واحده او نص كوبايه، لا حطي حبه واضربي وشوفي كده. بصي القوام اهو ده القوام بتاع الكريب اهو. هنسويه بقى دلوقتي على النار، يلا بينا. طاسه على النار ودهنتها زيت، وبعدين نحط هنا دي شويه سمنه سايحه، شويه سمنه سايحه، نحطهم كده ونقلب، ونروح بقى على النار نعمل الكريب بالسبانخ. نقلب بس كويس، يلا بقى نروح على البوتاجاز، يلا بينا. هنولع بقى او يعني هنوقد البوتاجاز، وبعدين هندهن الطاسه بس يعني زيت بسيط خالص، ونقلب كده الخليط بتاعنا، وناخد منه كوبشة كده على قد ما اهو، نلف كده الطاسة على قد ما ايه يعني تاخد الطاسة متخلاش تخينة، يعني تفردي كده تاخدي طاسة كوبشة صغيرة وتعمليها وتفردي، تمام. وبعدين اما تستوي، اما تلاقي من تحت استوت، او تقومي قلبة كده اهو زي ما شفتي، ودي اول واحدة
هتستوي برضو الوش التاني، ونحطها تبرد، نحطها تبرد في طبق اهو، ونعمل كريبايه تانية. بالنسبه للبنوتات او المتزوجات حديثا يعني لسه بيقبلوا على المطبخ جديد يعني لو بنت لسه داخله المطبخ جديد، ما تخافيش اول واحده هتبوظ منك، ما تخافيش هتلاقي تاني واحده تظبط، يعني واحده واحده هتلاقي نفسك بقيتي استاذه، ما جراش اي حاجه. جربي وتعلمي في بيت اهلك، واذا كان ناقصك يعني بعض الاشياء يعني اعمليها في بيتك بعد ما تتجوزي اوكي، لكن لازم يبقى عندك حتى الاساسيات، يعني الاساسيات بتاعه الاكل، تمام. وده طبعا واجب كل ام، واجب كل ام ان هي تعلم البنت قبل ما تروح بيتها. وربنا يا رب يعين الناس كلها ويصلح حال شبابنا، اللهم امين يا رب العالمين. اهو خلصت بقى كل الكريب بتاعي، خلصت كل الكريب بتاعي. طبعا بقى الحشوات دي حدث ولا حرج، زي ما انت عايزه. انا النهارده هحشي لهم حشوه لذيذه جدا، حته زبده او سمنه، وهنحط فيها بصلايه متقطعه، ونعمل حشوه للكريب بتاعنا. حطينا لحمه، فلفل اسمر، ملح، هنعصجها وتبقى خلاص كده جاهزه للحشو بتاعنا. هنحط عليها قطعه قطايه كده صغيره نتعامل معاها وخلاص على كده. وخلاص اهي الحشوه بتاعتي الخفيفه اللذيذه السريعه اللي هتليق مع كريب السبانخ جاهزه، خلاص انا جهزتها. حب شويه لحمه مفرومه مع بصل وطماطمايه، يلا بينا نحشي الكريب، يلا بينا نحشيها. بسم الله الرحمن الرحيم. اي حشو بقى عندك؟ بس انا هعمل لها النهارده حشو باللحمه مفروم اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. وكمان الجبن الرومي، نحط واحدة كده ونلف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلف كده 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 اهي، ونحطها هنا. ممكن تعملي طبعا كريب اصغر براحتك حسب الطاسة. نلف بقى نفس الكريبات بنفس الحشوه وخلاص على كده الكريب بتاعنا جاهز. اوريكم بس واحده كمان، معلش عشان الوقت بس ضيق والمغرب قرب جدا. كل سنه وانتم طيبين اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي 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 تمام. يلا جنب اختها. بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا بقى، وادي هو ألذ وأطعم وأحلى كريب سبانخ بحشوة اللحم المفروم مع الجبن الرومي. طبعا احنا كده ضحكنا عليهم، مش باينة نهائي نهائي، يعني أنا مش عندي يعني بيعشقوا السبانخ يعني عشق، لا لا بياكلوها الحمد لله رب العالمين، ألف حمد وشكر لك يا رب، لكن يعني مش مداومين عليها. لكن انت كده ممكن تعملها وهما بيموتوا في الكريب، بيموتوا في الكريب. فأنا دخلت لهم السبانخ في الكريب، و يعني الصغير اللي ما كانش بيحب السبانخ قوي او يعني مش بيعشق، بنقول يعني هو بياكلها لكن مش بيعشقها، قال لي يا ماما جميل جدا جدا جد، عجبتهم. وده يعني دي رسالتي في الحياه، ان اعلمهم الحاجه اللي بتعجبهم وفي نفس الوقت تغذيهم ان شاء الله باذن الله. يا ربنا يعيننا ويقوينا ويقويكم يا رب. يا رب تكون عجبتكم الوصفه النهارده. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو تاني جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.